هل توضح العلاقة المعطاة من خلال مجموعة أزواج مرتبة اقترانا؟ وقبل أن نفعل ذلك، دعونا نذكر أنفسنا بماهية العلاقة وما نوع العلاقة التي يمكنها أن تكون اقترانا. ففي العلاقة يكون لدينا مجموعة من الأعداد التي يمكن استخدامها كمدخلات العلاقة ونسميها بالمجال. يمكننا استخدامهم كمجموعة من الأعداد لتعريف العلاقة، ثم لدينا مجموعة أعداد تكون مخرجات العلاقة، وهي الأعداد تشارك المجال ونسميها بالمدى. والفكرة مباشرة، على سبيل المثال دعونا نفترض أن العدد واحد يقع في المجال، ومن ثم سنشارك العدد واحد مع العدد اثنان الموجود في المدى. إذن سنقول هنا أن العلاقة تمتلك 1.2 في المجموعة الأزواج المرتبة، وهذه طريقتان لقول الشيء نفسه. الآن يمكن أن تخبرنا العلاقة أنه ربما أن كان لدي اثنان، فربما أن هذا يتشارك مع اثنان. كذلك إذا اثنان أيضا تتشارك مع العدد اثنان. وأنا كما تعلمون أقوم بإنشاء مجموعة من التشاركات المرسومة هنا. هنا أقوم بتجميعهم بصورة أزواج مرتبة. يمكننا أن نقول أن لدينا العدد ثلاثة، ثلاثة موجود في المجال، أي أن العلاقة معرفة للعدد ثلاثة، وثلاثة يتشارك مع -7. إنه 3 و -7. الآن هذا النوع من العلاقات، حيث إذا أعطيتني عدد من المجال يكون بمقدوري أن أخبرك أي عدد من المدى يتشارك معه، هذا يمكن أن نقول عنه اقترانا. فالعلاقة اقتران، لأنه هنا نختار أي عدد من المجال، والاقتران عبارة عن علاقة، أي عبارة عن تشارك، ويسمى أحيانا بوصل بين عناصر المجال وعناصر معينة من المدى. إذا أعطيتني عناصر من المجال سأخبرك بالضبط أي عناصر من المدى تتصل معها. إذا أعطيتني 1 إنه يتصل مع 2، وإذا أعطيتني 2 إنه يتصل مع 2 أيضا، وإذا أعطيتني 3 فهو بلا شك يتشارك مع -7. إذن هذه العلاقة تعتبر اقترانا أيضا. وحتى أوضح لكم علاقة لا تعتبر اقترانا تبدو هكذا. مرة أخرى سأرسم المجال هنا. لن أوضح لكم جميع الأشياء التي تكون في المجال، بل سأختار عدة أمثلة، ولنفترض أن هذه الغيمة الكبيرة هنا هي المدى، ولنفترض أن في هذه العلاقة سأنشئها بنفس الطريقة التي استخدمتها هنا. لنفترض أن هذه العلاقة فيها 1 يتشارك مع 2، إذن دعونا ننشئ مجموعة الأزواج المرتبة، 1 يتشارك مع 2، ولنفترض أن 2 تتشارك مع -3. لدينا 2 و -3 هنا. ولنفترض أننا أيضا سنشارك أيضا سنشارك 1 مع العدد 4. إذن أنشأنا تشاركا بين 1 والعدد 4. إذن لدينا زوج المرتب 1 و4. الآن هذه التي لدينا هي علاقة معرفة لي. إذا كانت هذه العلاقة فالمجال كله سيكون عبارة عن الأعداد 1 و 2، في الواقع سيقتصر على الأعداد 1 و 2. إنها بلا شك علاقة لكن ليست اقترانا. وسبب أنها لا تعتبر اقترانا هو إذا أخبرتني حسنا أنا أعطيك 1 ليكون في المجال، فما هو العدد من المدى الذي يتشارك معه؟ لا أعلم. إذا 1 يتشارك مع 2 أو مع 4، أي واحدة منهما سأختار. إذن لا يوجد تشارك واضح. إذا أعطيتك 1 هنا سنقول لا أعلم هل يتشارك مع 2 أم 4، وهذا لا يعتبر اقترانا. يعني أن تعطيني 1 فأعطيك 2، وتعطيني 2 فأعطيك 2. الآن هذه هي الطريقة التي سأحاول حل المسألة بها. دعونا نفكر بالمجال، دعونا نفكر بالمدى. إذن
المجال هنا قيم إكس الممكنة أو المدخلات المستخدمة هنا لنعتبره اقتران. يمكننا أن نأخذ سالب 3 ويمكننا أن نأخذ سالب 2 ويمكن أن نأخذ 0 ويمكن أن نأخذ لقد كتبنا سالب 2 إنها موجودة هنا، أو يمكن أن نأخذ موجب 3 يمكن أن نأخذ موجب 3. تلك هي القيم الممكنة التي تعرفها هذه العلاقة والتي يمكن أن ندخلها في العلاقة ثم نجد المخرجات. الآن المدى هنا هو المخرجات الممكنة أو الأعداد التي تتشارك مع الأعداد الموجودة في المجال. المدى يشتمل على 2 و4 و5 و6 و8 2 4 5 6 8 يمكنني أن أرسم غيمة كبيرة هكذا وأصلها بقيم هذه الغيمة، لكن هنا القيم الموجودة بالضبط في المجال والمدى. الآن دعونا نرسم التشارك الحالي. سالب 3 تتشارك مع 2 أو تتصل مع 2، إذن سالب 3 تتصل مع 2 استنادا إلى هذا الزوج المرتب الموجود هنا. ثم لدينا سالب 2 تتشارك مع 4، إذن سالب 2 تتشارك مع 4 استنادا إلى هذا الزوج المرتب. هنا زوج المرتب الأول، دعوني الزوج المرتب الأول، لا أريد إرباككم. هذا زوج المرتب هنا سالب 3 تتشارك مع 2، ثم لدينا سالب 2، سأستخدم لونا مختلفا. لدينا هنا سالب 2 تتشارك مع 4، لدينا الصفر يتشارك مع 5، إذن الصفر يتشارك مع 5، وبعضهم يقول أنه يتصل مع 5، ولدينا سالب 2 تتصل مع 6. الآن هذا أمر مثير للاهتمام، سالب 2 تتصل مع عدد ما، وهذا الزوج المرتب أيضا يتصل أيضا مع 6. ثم أخيرا سأستخدم لونا أستخدمه، لدينا 3 تتصل مع 8، والسؤال هنا هل هذا اقتران؟ وحتى يكون اقترانا لأي عدد في المجال عليكم أن تعرفوا بما يتصل. يمكنه أن يتصل بعنصر واحد من المدى. إذن سالب 3، إذا وضعت سالب 3 كمدخل في الاقتران فأنت تعلم أن المخرج سيكون 2، وإذا وضعت سالب 2 في مدخلات الاقتران ستحتار هل يكون المخرج 4 أم يكون 6. إذن لا تعلم هل المخرج 4 أم 6، وبسبب هذه الحيرة فإن هذا لا يعتبر اقترانا حيث لدينا عنصر في المجال يتصل بعدة عناصر من المدى، وبالتالي هذا ليس اقترانا.